يقولون إن السيدة هاجر مريضة وقد اشتد بها الألم. إنني لا أتخيل شكل الحياة بمكة بغير السيدة هاجر، فلقد جئنا عليها نحن أهل جرهم، حيث خرج الماء واخضرت الصحراء، وببركة دعاء خليل الله أصبح لنا حياة ومجتمع. وكانت هاجر وإسماعيل هما النواة الأولى. لقد من الله عليها بمعجزة كبيرة، وسيظل ذكرها في العالمين إلى قيام الساعة. ماذا تفعلين يا نرجس؟ إن ما يقوله لك يوحى هو الكذب والضلال. لماذا تتركين الأصنام وتغضبين والدك؟ لا تفعلي هذا، إن يوحى يكذب. يوحى يدعو إلى الحق. ومن أدراك أن يوحى لا يكذب عليك حتى تتزوجي بعيدا عن والدك، إنه يلعب بك. فما عهدت على يوحى إلا حسن الخلق والصدق. اتركي هذا الدين وارجعي لدين الحق، عبادة الأوثان. أعوذ بالله، أعوذ بالله، اللهم ثبتني على الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي ثقة هذه، وأي أمان أستشعر لوجودي. مولاتي هاجر، مولاتي، بماذا تشعرين؟ بماذا تشعرين؟ يا من أحسن الله إليك، لم أشعر يوما معك أنني خادمة، بل شعرت بالأمومة والاحتواء والحنان منك. مولاتي هاجر، مولاتي هاجر. وها هي هاجر التي كانت ملكة في منف، متوجة على العرش. تهاجر في سبيل الله مع زوجها إبراهيم عليه السلام تترك الثراء والترف وتختار العيش إلى جوار نبي الله عليه السلام. ها هي هاجر التي عمرت مكة المكرمة، هي وابنها إسماعيل، أطاعت أمر ربها. إذ تركها إبراهيم وحدها مع وحيدها ووليدها في صحراء قاحلة، لا حياة فيها ولا زرع ولا ماء. ها هي هاجر التي عاشت لحظات الرعب والرجاء وهي ترى ابنها وهو يكاد يموت جوعاً وعطشاً. سعت ركداً بين جبلين من أكبر الجبال حتى من الله عليها بالفرج وتفجر الماء من تحت أقدام الطفل إسماعيل. ها هي هاجر بين يدي الله، تسلم روحها، تسلم أمرها لله، مؤمنة صديقة مسلمة له. إلى هذا الحد تأثرتم بموت السيدة هاجر، إلى هذه الدرجة بلغ حبكما للسيدة هاجر رحمها الله. لقد عشنا معهم قصتهم، فاقتربوا منا واقتربنا منهم وكأننا أهل وعشيرة. ما أحزنني أنني كنت أتعامل معها طوال القصص على أنها تستمر معنا طوال الحياة، ولم أفكر في لحظة في الموت، وكأنها تعيش معنا بيننا، تكلمنا ونكلمها. ما أبكاني أن موتها جاء بعد موت السيدة سارة وسيدنا لوط عليه السلام. شعرت يا شيخنا أنني أفقد كل يوم عزيزا علي، أفقد أحداً من أهلي، من ناسي. أنا أكره الموت يا شيخنا، أكره الموت لأنه يأخذ منا أحب الناس إلينا. يا ولدي، لقد مات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكل نفس ذائقة الموت. ولقد حزن إبراهيم على فراق هاجر حزناً كبيراً، فلقد رأى معها أول ولد وفرح به فرحة كبيرة. ماذا تفعلين يا نرجس؟ ماذا تفعلين؟ هل فتنك يوحى عن دينك؟ يوحى الذي تحبينه وهو يستعد لمواجهة أبيك في معركة الخلاص. يا أبي، إنني أعبد الله رب العالمين، آمنت به وبدعوة نبيه إبراهيم، أسلمت وجهي للذي خلقني وإليه المصير. من الذي أضلك عن ذكر الآلهة؟ من الذي استغل براءتك يا نرجس؟ إنه يوحى، يوحى الذي سأقتله في المعركة وأتخلص منه ومما يدعوك وقومنا إليه. لا يا أبي، لا يا أبي أرجوك، فإنك تعلم أن يوحى منذ طفولتنا يحرص على أن يحميني. إن يوحى طيب حسن الخلق يا أبي. اصمتي، أنا لا يهمني هذا، أنا لا يهمني سوى ابنتي وعزي ومالي، أتفهمين؟ اقتربت ساعة الحث ليعلم الجميع من هو لواط. لابد أن يعلم الجميع من هو لواط. بقيت أنا وأنت يا يوحى. ادع إلهك لينقذك مني. احترسي يا نرجس. أبي الحبيب، أبي يا يوحى، يا يوحى، نرجس أمانة في عنقك. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله. وهل يغفر الله لي ذنوب عمر طويل في ظلم وقتل وسرقة وبغي؟ أيغفر الله لي؟ إن الله غفور رحيم، إن الله يغفر لمن يشاء، فاستغفر الله. أستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم